فعلا في لوحة تقدر تشدك من بين 100 لوحة وتفضل تدقق في تفاصيلها وخامتها وتنبهر أكتر لما تعرف إنها مرسومة بمية الذهب، وإزاي قدر فنان بكل البساطة والإبداع والسلاسة دي إنه يطوع أدوات مختلفة ويخرج بالنتيجة دي. ده اللي نعرفه النهاردة في زيارتنا للفنان الدكتور طاهر عبد العظيم. هو طبعا من وانا صغير مهتم طبعا بالرسم، ومن اسره اخواتي كانوا بيرسموا. يمكن بديت انا ان انا ادخل للفنون الجميله، وبعديها بقى كرت المسائل بقى عندنا كتير جدا من ولادي ولاد اخواتي وفي العيله من فنون جميله وتربيه فنيه ومن المهتمين بالفنون بشكل عام. هو طبعا في حاجه بقى مهمه جدا، انا دايما بحب اوجه كلام لأولادي الفنانين وشباب الفنانين، لسبب لأن في حاجات أنا حطيت فيها عطلتني كتير، كانت مفاهيم غلط وحاجات يمكن كنت واخدها بصعوبة شديدة جدا في الوقت، إن هي حاجات بسيطة مثلا زي الخامة بتاعت ألوان الزيت. كنت خايف من ألوان الزيت وما كنتش متخيل إن أنا أقدر أشتغل بيها كويس، فكنت بعد عنها فترة لغاية لما جربت ولقيت إن الموضوع لا، يعني انا طلعت منها شغل انا استمتعت بيه، وده في الاساس ان انا استمتع بالحاجه اللي انا بعملها. وبالتالي بقى اصبح انه كنت بشتغل بالاكريليك، خامه الاكريليك، بدات ان انا اشتغل بالزيت، عشقت الوان الزيت، وبعدين في تطور بقى طبيعي بيحصل وفي تجارب لغايه لما المرحله الاخيره فكره الذهب. الوان الذهب طبعا انا مش اول حد اشتغل بيها، وفي ناس كتير جدا يعني بيشتغلوا فيها وعاملين فيها شغل رائع جدا متميز، لكن هي يعني كان بالنسبه لي زي ميديا جديده، ادوات جديده، ملعب جديد هجرب ان انا هشتغل فيه. في تحدي كبير جدا انه الذهب اخاز والخامه في حد ذاتها براقه، فما كانش يبقى فيها سيطره من الفنان ممكن تبقى مشكله. بالتجربه مرة وبتعلم يعني حتى من كصنعة من الصنايع اللي بيركب الذهب ولا بيلزق الذهب بيعمله ازاي، بيخدمه ازاي عشان خاطر بعد كده يعيش ما يحصلش فيه مشاكل. الذهب بقى فيه بقى يعني كل الخامات بقى داخل فيها ذهبي، سواء مثلا اكريليك او زيت او دوكو او خامات ثابتة او خامات تدخل الفرن او خامات، في حاجات متنوعة كتير قوي. فكان ده تحدي بالنسبة لي، جربت ان انا العب في منطقة مختلفة، تفاعلت معاها. والفن زيه زي اي حاجة، يعني هو الواحد بيقعد يدندن مع نفسه ويقعد يجرب ويقعد يشوف، ممكن حاجة تفشل او حاجات كتير تفشل، ده الطبيعي، لغاية لما حاجة معينة يبقى ده فيها تفاعل، في كيمياء ما بين الفنان وبين الحاجة دي. خلينا نتكلم نقول ايه ان الفن هو فن ايه اساسا في اي مجال، مجالات الفنون. الفن هو تفاعل الفنان سواء بموضوع او بمكان او باشخاص او بقضيه، انا حاسس بايه بشتغل وبطلع اللي جوايا، او في عندي قضيه معينه مؤمن بيها بتناولها. مساله الدين يعني يمكن برضو ديت مساله شائكه، علاقه الدين والفن. انا بعيدا عن الجدل اللي هو بيدور ما بين علاقه الدين بالفن واهميته وكده، بس انا في وقت معين لما حصل الرسوم الموسيقى للرسول عليه الصلاه والسلام انا انفعلت زي اي حد طبعا. الموضوع ده
انفعلت بيه. طب ما هو نفس الكلام بقى، انا هعبر عنه بايه يعني، او ان انا هخش في المنطقه دي ازاي. فكان كل تفكيري ان انا برسم، بحب الرسم، والموضوع لما قريت فيه ولما تعمقت فيه لقيت انه ساري جدا، ولقيت ان التراث الانساني والتراث المصري والتراث تراثنا بشكل عام فيه قيم عظيمه، وممكن الواحد يشتغل فيها بلا حدود، وممكن كل الناس تشتغل فيها بلا حدود ومش هتخلص فيها حاجه. فهو موضوع السيره النبويه كان بالنسبه لي قضيه شغلتني، انا حاسس انه عايز اعمل فيها حاجه، عايز بالادوات اللي انا املكها ان انا اعمل فيها حاجه. وبالفعل خدت الخطوه وجربت، وانا مش عارف انا رايح على فين. هو خدت اعداد في الاول حوالي سنتين، ده المشكله الكبرى، ان الواحد يفكر في الموضوع ازاي، هدخله منين، هتناوله بالاسلوب بتاعي اللي انا متعود عليه، ولا هيكون له اسلوب خاص، عشان بقت المساله هنا مرتبطه باحداث بعينها، في مساحات لخيال الفنان وفي مساحات لازم اخد بالي منها، في تحديات الحقيقه كتير قوي. حتى المعالجات التشكيليه اللي موجوده في الاحداث، في احداث داخليه، في احداث خارجيه، في احداث عايزه لقطات مفتوحه، وفي احداث فيها لقطات كلوز لازم اركز على حاجات معينه. طب هاخد ايه وهسيب ايه؟ المعرض كل كام سنه كده اروح عامل ايه، محطه احط القديم وازود عليه الجديد، احط المرحله اللي قبلها وازود عليه الجديد. اخر مرحله يعتبر مثلا بنتكلم في حوالي 16 لوحه، اللوحه ارتفاع 1.40 متر في عرض 2 متر. هي بيسموه ترتيب كرونولوجي، كرونولوجي يعني ترتيب زمني للاحداث. فطبعا في بينهم حاجات كتير، يعني انا يا دوب وقفت عند محطات صغننه، محطات صغننه، بس عشان يبقى في حتى اللي بيتفرج عليها او اللي بيشوفها ذهنيا عارف التسلسل الزمني للاحداث. يعني ممكن لما اقول لك غزوه بدر هي كانت فين، تشكيليا لما تشوفي ان ايه اللي كان قبلها وايه اللي كان بعدها ممكن ترتبط في الذهن. مثلا نزول الوحي، كان ايه الاحداث اللي قبل نزول الوحي وكان ايه الاحداث اللي بعد نزول الوحي. لانه دلوقتي زي ما حضرتك عارفه السوشيال ميديا والمعالجات اللي هي خلتنا نغير مفاهيم كتير قوي كنا فاهم يعني متعودين عليها في تقديم الاعمال الفنيه، بقى فيه تناولات تانيه، بقى فيه عقول تانيه، بقى فيه الاجيال الجديده ليها ما عندهاش الايه فكره الصبر وان هي عايزين حاجه سريعه كده، قول لنا ايه الموضوع يعني لخص يعني، واخد بالك؟ فهو ده كانت الفكره، انا بقول حدث سريع بينتقل لحدث اخر وهكذا. هو طبعا الماكيت اللي انا عملته للموضوع كان بمساعده فنان شاب جميل اسمه محمود رضوان، وبالمناسبه في ناس كتير قوي تفاعلت معايا تفاعل رائع، لانه انا اعتقد يعني لو الفكره اللي انا بدعو ليها من زمان ان احنا عايزين يبقى في زي حاجه متحفيه او حاجه مزارات بتحكي التراث باسلوب عصري حديث، ممكن يبقى فيه معارض تشكيليه، ممكن يبقى فيه عروض بالليزر، ممكن يبقى فيه قاعات عرض، ممكن يبقى فيه حاجات، كل الحاجات اللي هي اللي بنشوفها دلوقتي موجوده في العالم كله. هو طبعا في مشوار حياتي في محطات انا بعتبرها محطات مهمه، منها الاعمال اللي موجوده في مطار القاهره. طبعا كان شرف كبير جدا ليا انه من خلال كليه الفنون الجميله كانت عمل يعني شبه مسابقه او كان مفتوح التقديم لكل الناس من كل الكليات الفنيه لاعمال فنيه في صاله 2 في مطار القاهره. وكنت سعيد الحظ ان انا في حاجات اعمال بينتنج، اعمال تصوير، لوحات، واتعمل جداريتين كبار في صالات كبار الزوار في المطار. هو في طبعا بالمشاركه في حاجات كتير قوي مهمه، وفي عندي في يعني زي ما بقول لك في محطات مهمه او جوائز بالنسبه لي، من اخرها المسابقه اللي كانت معموله الفن بنكهه فرعونيه، وديت كانت معموله في اطار قاعه ضي، كانت عامله مسابقه انه بمناسبه افتتاح
المتحف المصري الجديد ومتحف الحضارات انه يقدم الاعمال الفائزه للجهتين دول. بس فكان حظي كويس ان انا في التصوير اخذت جايزه اولى عن لوحه. اللوحه برضو موضوعها اللي هو مرتبط باهتماماتي. مرتبط باهتماماتي يعني لما بتكلم على الفن متاثرا بالمصر القديم، فاخذت الصلاه عند المصري، عند المصري القديم. احنا بنقول الاسلام او الانبياء هم كلهم على منهج واحد، ففي عند المصري القديم طقوس فيها دعاء، فيها ركوع، فيها سجود، فيها وضوء، فيها كتير جدا من اللي احنا بنعمله. فهي كانت الفكره برضو انه الاستلهام من المصري القديم بما هو مستمر في عاداتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا الى الان. انا بالنسبه للتكنيك انا بشتغل بكل الخامات، كل خامه بشتغل بيها ده الطبيعي، لانه بطبيعه الحال لان انا بدرس فلازم بعلم التكنيكس المختلفه، سواء من قلم الرصاص للفحم، اي خامه بتعامل معاها بالقيم الخاصه بيها. لكن مفيش شك ان بيبقى في وسط الخامات دي حاجه بقى بيني وبينها كيمياء بقى، يعني بتناديني وبناديها واحب اشتغل بيها وتديني نتيجه وتتفاعل معاها. زائد ان مع المعارض انا بعمل الشغل، ان الشغل لا ينفصل عن المتلقي، فبرضه بلاقي ان في تفاعل مع بعض الخامات، زي خامه الزيت وزي مثلا استخدام السكينه، سكينه الالوان، كل الحاجات دي الفنانين كلها متاح لها ده. بس انا يمكن السكينه خدت مني مساحه كبيره، فبقى ليا بصمه مميزه بالنسبه لشغلي بالسكينه. اي حد يقدر يتعرف على شغلي من غير ما يشوف التوقيع بتاعي. والسنتين الاخرانيين بقى فكره الذهب. الذهب بقى يعني كان يعني تحدي جديد، وحصلت كيمياء بيني وبين الذهبي لدرجه ان انا المرحله الاخيره من السيره النبويه ان انا سميتها سيره ذهبيه. يعني المسمى اتغير من ساعه ما بدات اشتغل في الذهب. والمسمى ده بمعنى انه سيره بالظبط، ان هو يحمل معنيين، سيره ذهبيه في القيمه، ان احنا لو التفتنا ليها يعني هتضيف لنا في حياتنا قيم عظيمه جدا، وفي نفس الوقت ان خامه الذهب هي الخامه المسيطره في اداء اللوحات في هذه المرحله. الفن بالنسبه لي هو تعبير عن الذات، كويس؟ والفن بالنسبه لي هو علاقه ما بين الفنان والمتلقي. والموضوع بسيط جدا، يعني حضرتك عشان تشوفي عمل فني مش مطلوب منك انك تقولي انك حبيتيه ليه وما حبيتهوش ليه. انت بمنتهى البساطه انت تشوفيه وحبيه وما تحبوش، وانت حره 100%. المتخصص بقى هو اللي يبقى يحلل وينتقد ويقول ليه ده ومش ليه ده، لكن احنا كمتلقيين مش مطلوب مننا اكتر من احنا نشوف. حتى لو في جزئيه في اللون عجبتني كويس قوي، جزئيه في الموضوع في الفكره في كذا في كذا، بدون اي تعقيدات. والفنان برضو نفس الكلام، يعني الفنان هو بيعمل ايه لما حد مثلا بيحب يغني؟ هو بيدندن بالطريقه اللي بيحبها بالشكل، وفي نفس الوقت هيبقى ليه جمهور في هذا الحيز. وبالتالي هو الفن كده، الفن بسيط جدا. احنا اللي يعني ما اعرفش، يعني يمكن بقى الدراما يمكن صورت الفنان عيسوي البوهيمي، لكن المساله ابسط من كده بكتير جدا. فالوقت المرحله انا فيها ان انا مساله الميكسد ميديا، الوسائط المتعدده، ان انا ممكن اشتغل مع الذهبي واشتغل بالزيت وارجع اشتغل بالذهبي وارجع اشتغل. والاحبار، الاحبار برضو من الحاجات الخامات السريه جدا، وهي يعني زي السهل الممتنع زي ما بيقولوا، لانه الخامه قويه جدا وقوه اللون برضو يعيش، لكن مشكلته مثلا انه الجفاف بتاعه سريع جدا، فده بيدي تحدي جديد. والخامات بقى مع بعضها، يعني المرحله اللي انا فيها دلوقتي ان انا اسيب نفسي في وسط المكتبة اللي عندي، اللي هي تعتبر بالنسبة لي مغارة علي بابا. بالنسبة لي فيها الكنوز كلها، الكنوز كلها هي الخامات والأدوات. ممكن يبقى عندي حتة سكينة من بتاعة النقاش اللي هي تمنها ولا حاجة،
ممكن دي تبقى بالنسبه لي اهم من قطعه ادوات من اللي هي الفرنساوي او الايطالي او الالماني. او ليه؟ لانه هي دي اللي عرفت اتعامل معاها، هي ديت اللي عرفت اعبر بيها واشتغل بيها. فكل الخامات كل الادوات انا دلوقتي قاعد ورايا فيها كل حاجه، وعايش بقى وانهل من كل حاجه. وارد جدا جدا ان يحصل تجارب فاشله كتير، ده طبيعي لغايه لما الواحد يوصل لحاجه معينه يبقى هي دي، لان التجارب المختلفه هي اللي بتوصل الواحد للنتيجه اللي تخليه يقول بس هو ده. واحيانا دايما برضو بوجه الشباب الفنانين بقول لك اللوحه باظت، مفيش حاجه اسمها اللوحه باظت. ليه؟ لانه انت بتخش في منطقه بتدي لك تحدي جديد انك هتخلق من ده قيمه فنيه، فاللي هيزهق وهيسيبها هو اللي خسران. لكن التجربه، وزي ما بقول ان الفشل مش عيب، ولازم واحد يجرب ويشوف ويوصل لنتائج وبعد كده يقدمها للجمهور. اللوحات او الاعمال الفنيه في منها نوعيات، يعني مثلا انا في حاجات كتير قوي موجوده زي الحاجات معظم الحاجات اللي قدام حضرتك الصغيره دي بتبقى في ورك شوب، ببقى في وسط الجمهور او في وسط الفنانين وبشتغل بقعد على اللوحه اشتغل عليها اخلصها في نفس الوقت. وفي حاجات تانية بقى كاحجام كفكره كاعاده صياغه معالجات، في بعض اللوحات بقى فيها حوارات ولازم اسيبها شويه واقعد اتفرج عليها وارجع، ممكن بعد ما اشتغل حته اهدها واعيدها تاني. فهي ملهاش قاعده ثابته. واحيانا لوحه بتطلع في مثلا في 10 دقائق في ربع ساعه وتبقى فنيا قيمتها كبيره جدا. انا بحلم انه الناس ما تخافش من الفن. الناس بتحب الفن، الفنان المصري عنده في جيناته هو فنان، يعني تاريخه وتراثه وحياته بتقول ان هو فنان. ما تخافوش من الفن، احنا حياتنا فن، بنتفرج على فن في مظهرنا في لبسنا في